بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نتكلم عن التعامل مع مصفوفتين في نفس الوقت. زين، خلونا التعامل مع مصفوفتين في نفس الوقت، أو نسميهم بالإنجليزي parallel arrays. أتمنى أن يكون spelling حق هذه صحيح، لكن يعني arrays المتوازية أو شيء زي كذا. طبعاً راح أقسم الموضوع لأكثر من درس. الدرس هذا راح أشوف إذا راح نشوف كيف نتعامل مع مصفوفتين إذا كان حجمهم متطابق، يعني فيهم نفس العدد من العناصر. وإن شاء الله راح نشوف بعدين كيف نتعامل مع مصفوفتين إذا كان الحجم غير متطابق. طيب، عندنا هنا برنامج، والبرنامج هذا في مصفوفتين. طبعا الفكرة البرنامج جدا سهلة. البرنامج يقرأ ويخزن معدل هطول الأمطار في أشهر السنة. فمثلا فعندنا هنا لو تشوف الري اللي عندنا، هذه الري الأولى، هذه فيها معدل هطول الأمطار في كل شهر من أشهر السنة. زين، فبينما الري الثاني هنا اللي عندنا فيها أشهر السنة الميلادية، طبعا 12 شهر. فمثلا هنا في شهر جانيوري معدل هطول الأمطار هو 1.2، مثلا نمشي بالإنش، مثلا 1.2 إنش. شهر فبروري 2.4 إنش. شهر مارش صفر، ما في أي هطول للأمطار، وهكذا. طبعا هنا في البرنامج عرفنا الأري، هنا في السطر الأول عرفنا الأري rainfall اللي هي فيها معدل هطول الأمطار من نوع دبل، فيها طبعا 12 عنصر لأن عندنا 12 سهم شهر في السنة. بعد كذا في الجزء هذا قرأنا عناصر الأري عنصر عنصر، كل عنصر عبارة عن دبل، وهذه هي العناصر هنا، هذه هي القيم حقت اللي قرأناها. طبعا أنا أساس ما أضيع الوقت الفيديو نفذتها في جليت ودخلت القيم وعطيتك الأريز هنا عشان نشوف كيف نتعامل مع الأريز بشكل سريع. الموضوع مو صعب، يعني جدا سهل، بس يعني قد تكون الفكرة جديدة على البعض، فنشوف كيف نتعامل معها. طيب، إذا هنا سوينا الرينفول وعبيناها بالديتا. هنا استخدمنا الانيشياليزيشن اللي درسناه قبل الأري بدون قراءة، لأنه معروف أشهر السنة طبعا ثابتة ما يمكن تتغير. فعندنا 12 شهر جانيوري فبروري مارش إلى ديسمبر. فقمنا وسوينا أري اسمها month name من نوع string، وسوينا انيشياليزيشن بالأشهر، وهذه الأشهر حقت السنة قدامك. إذا هذه تو الريز، الري الأولى حقت اللي فيها معدل هطول الأمطار في كل شهر من أشهر السنة، وهذه الري الثانية اللي فيها أشهر السنة نفسها. الآن طبعا حين تعاملنا مع كل الري على حدة، زين، لما جينا نسوي الري تعاملنا مع كل واحد على حدة، كل واحد لوحدها. الآن خلينا نشوف كيف لما نجي مثلا نبغى نطبع كل شهر ومعدل هطول الأمطار في هذا الشهر. زين، مثلا نبغى نقول مثلا rainfall in January is 1.2، مضبوط، نبغى نطبع العبارة زي كذا، وبنفس الوقت نبغى نجمع شو اسمه الهطول الأمطار في جميع أشهر السنة. زين، كم إنش نزل خلال السنة كاملة، كل 12 شهر. فخلنا نشوف الكود عندنا هنا. هذا هو الكود. طبعا خلني اشيل طيب، فهذا هو الكود الان زي ما انت شايف قدامنا. طبعا اللوب هذه مهمتها انها تطبع كل شهر مع معدل هبوط الأمطار في هذا الشهر. الفكرة الرئيسية هنا عندنا أننا كيف أننا نمشي على مصفوفتين في نفس الوقت ونسوي فيهم عملية معينة.
فحنا راح هنا في اللوب هذه راح نمشي على المصفوفتين هذولي في نفس الوقت ونطبع كل شهر ومعدل هطول الأمطار في هذا الشهر. زين طيب، يعني السؤال هنا هل نحتاج 2 فور لوبس ولا 3 فور لوبس ولا ايش الوضع؟ بالعكس الوضع جدا سهل، نحتاج فور لوب واحدة فيها كاونتر واحد اللي هو الاي. زين ونستخدم الاي هذا حتى نسوي اكسس للوب الاولى ونسوي اكسس لعناصر اللوب الثانية في نفس الوقت. طبعا لاحظ ان التو اريز هنا حجمهم متساوي، اذا كان الحجم مختلف يكون فيه بعض الاختلافات، الموضوع اصعب شوي. فاذا خلينا نشوف البرنامج بشكل سريع. اول ما نبدا طبعا هنا راح يكون عندنا الاي بزيرو. زين فطبعا خلاص الاي بزيرو وانتهينا، ونضع هنا عندنا مثلا مربع يعلمنا انه الاي قيمتها اي قيمتها صفر. طالما اننا ما وصلنا اللينك حق الرينفول، طبعا ممكن نمشي على اللينك حق الرينفول او اللينك حق المانثس او المانث نيم، اي واحده منهم، لانه اللينك متساوي او طول متساوي حجم الريز. بعد كذا راح نطبع الكلام هذا رينفول فور مانث، بعدين اسم المانث يساوي وبعدين كميه الرينفول. فاذا راح نجي هنا نقول رينفول فور مانث، اول شيء نطبع نقول رين rainfall for month، ثم بعد كذا الآن نبي نجي هنا ونشوف إيش هو المانث اللي عندنا. month name of i، الi بكم؟ بصفر. فإذا هنا الi هذه راح تكون بصفر، كذلك الi هذه عندنا راح تكون بصفر. فإذا نجي نروح هنا نشوف وين العنصر الاندكس حقه زيرو في الـ في الـ في المانث نيم اللي هو العنصر هذا جانيوري. فإذا راح نطبع هنا January، والعنصر الاندكس حقه زيرو في الرينفول اللي هو الجزء هذا هو 1.2. فإذا راح يكون عندنا طبعا في نفس السطر equals 1.2، مضبوط. إذا بالطريقة هذه طبعنا الإلمنت الأول أو العنصر الأول في الأري هذه، والعنصر والإلمنت الأول في الأري هذه الاندكس حقهم زيرو. لاحظ ان استخدمنا اهم شيء هنا، لاحظ ان استخدمنا فور لوب واحده، استخدمنا نفس الاندكس نفس الفاريبل، حتى نستخدم الاندكس او استخدمنا نفس الفاريبل كاندكس اللي هو الفاريبل اي، ومشينا على اللوبس في نفس الوقت ان بارلل، يعني بالتوازي مشينا على الاريز في نفس الوقت بالتوازي. خلينا نشوف. فهنا طبعا راح نوجد السم او المجموع حق الاريز الجزء هذا، مضبوط، راح يعطينا الصم حق الاريز. طبعا الصم مسبقا احنا حطيناه بصفر، نزيد عليه rainfall of i فراح يكون الصم 1.2. زين فاذا نلاحظ ان حتى سوينا عمليه اضافيه وهي جمع كميه rainfall في الاري هذه. فاذا سوينا processing للاري هذه مره واحده وللاري هذه مرتين كلها في نفس اللوب. اذا اللي يبغاك تعرفه هنا انه في مرونه كثيره، الموضوع سهل. لو ندور دورة ثانية في اللوب راح تكون الآي عندنا بدل ما هي صفر راح تكون الآي قيمتها واحد، فنشيل الصفر هنا نضع واحد. زين ما زال الواحد أصغر من اللينكث. نجي هنا نقول month name of one اللي هو هذا، زين و rainfall of one. زين لأن الآي أصبحت one، خلي أكتبها هنا، الآي الآن أصبحت one والآي هنا نفس الشيء أصبحت 1. نجي نقول month name of 1 اللي هو العنصر الأول هنا هذا، rainfall of 1 اللي هو العنصر الأول الثاني العنصر الثاني هنا والعنصر الثاني هنا. زين وراح نطبعهم بنفس الطريقة rainfall for month February هنا February يساوي 2.4. إذا هذا هو بكل بساطة طريقة وفكرة للتعامل مع two arrays في نفس الوقت إذا كان حجمهم متساوي، وهنا الشرط الرئيسي خلينا نضيف هنا إذا كان حجمهم متساوي. يعني التعامل مع صفوفتين في نفس الوقت إذا كان حجمهم متساوي. هشوف إن شاء الله كيف نتعامل مع مصفوفتين إذا كان حجم المصفوفتين مختلف.